فانا شغاله، بحس بقى لما اقعد كده، بس ربنا بيقويني برضو يعني، ماشيه الحمد لله. انتي يعني الشغل بتاعك هل بيأثر على حياتك لا ولا لا لا انتي منظمة لا، عاملة تنظيم الوقت؟ منظمه جدا حياتي ووقتي، وده لي وقت وكل حاجه منظمه الحمد لله. قولي لنا بقى ايه الوان الاي شادو والروج الموضة 2021؟ الاي شادو الالوان كلها متاحه يعني، انا بشتغل في كل الالوان. الاي شادو انت بترسمي العين زي ما انت شايفه لون البشره، كل دوت بنمشي عليه. الروجات بقى النود طالع موضه جامد يعني، بيليق على كل فعلا. البشرات، الخمريه والبيضه كله، وطبعا الاحمرات الوردي النبيتي، كل الاحمرات موضه خالص، والاحمر ما بيبطلش اصلا الالوان الجريئة. الجريئه. بس بقى الاحمر طبعا انت عارفه هو عايز بنت جريئه يعني، عايز واحده شخصيتها جريئه عشان تحط. ليه؟ طب ما في بنات كتير ممكن تحط، وممكن مثلا بالليل خروجه بالليل. بس يعني هو بصي الوان صارخه كده، انت عارفه البنات، في بنات بتحب الالوان الهاديه، فعلا. ففي النود بقى بيليق على البنات دي، والاحمر للبنات اللي هي عايزه تحط ايوه تبقى ظاهره يبقى يعني، اللون جامد اللوك شويه. قوي. إيه